مرحبا طلاب الأعزاء، كيف حالكم؟ سوف نبدأ التحدث عن أول وحدة لهذا الفصل، وهي وحدة من نحن. في هذه الوحدة سوف نبحث في طبيعة الذات والمعتقدات والقيم والصحة البدنية والعقلية والاجتماعية والروحية والعلاقات الإنسانية بما في ذلك العائلات والأصدقاء والمجتمعات والثقافات والحقوق والمسؤوليات، وماذا يعني أن نكون بشراً. ويتوقع من المتعلم بعد انتهاء هذه الوحدة أن يحقق ما يلي. بالنسبة لمهارة القراءة، يجب عليه أن يقرأ الحروف الممدودة، أحرف المد وكلمات محددة، ويجيب عن أسئلة بسيطة من النص المقروء. الاستماع، عليه أن يصغي للمادة المسموعة لمدة دقيقتين، ويتعلم المفردات والكلمات الجديدة، ويستخدم الإيماءات والأفعال ولغة الجسد والكلمات لإيصال احتياجاته والتعبير عن الأفكار. أما بالنسبة لمهارة الكتابة، فعليه أن يستخدم القلم بشكل صحيح وأن يكتب الحروف بشكل كامل وصحيح. أما بالنسبة لمهارة المحادثة، فعليه أن يستخدم كلمات وجمل بسيطة ويطبق آداب الاستماع والحديث ويكرر ويردد كلمات مفردة. بالنسبة للفكرة المركزية في هذه الوحدة هي معرفة الخصائص المميزة التي تساعد الأفراد على فهم أنفسهم وقدراتهم الفردية، وخطوط البحث هي الخصائص الفيزيائية المميزة، التشابه والاختلاف بين الأفراد، وقدرة الفرد على فهم اهتماماته. سوف يتم استخدام العديد من الاستراتيجيات، مثل استراتيجيات المكعبات، استراتيجية داخل وخارج الدائرة، استراتيجية قل ما أرسم.